السلام عليكم، بخير لاباس؟ الحمد لله. مزيان الحمد لله. مرحبا. الله يخليك. قالت لي المرشده عندك شي مشكل؟ تفضل بنتي. عندي مشكل مع راجلي، مجوجه حنا 3 سنين باش مجوجين. 3 سنين؟ 3 سنين دابا عندكم الوليدات؟ ماشي دابا. مشكل اللي هو حنايا العائله كانت رافضه الزواج به، وجوجنا انا وياه بلا خبره، ولا هو ولا هو بالولد عمتي العائله جوجنا بلا خبارو، والاسره ديالو هو كانوا رافضين حتى هما رافضين، وديالك رافضين. جوجنا بلا خبارو، ما كانش كيخدم ملي كنت كنخدم، وكان باغي نطلعو عندي شي والديا في اسبانيا، كان باغي نطلعو زعما اسبانيا، ولكن الوقت ما كيكتبوش، ما كتبتوما كيكون شي مرحله كامله وما كتكتبش. انت عندك الوراق؟ فما كيتفاهم ما كيكتبلوش شي، صافي هاد الصداع مع العائله ديالي، حيت كنا تصالحنا من بعد ملي عرفو الزواج تصالحو. بغيت نطلع، وانا بغيت نطلع معاه، هادا هو المشكل، بغيت نطلق وما بغيتش نطلق، كيقول بغيت نرجع معاه زعما نسكن معاه في الريف، وانا بغيت نبقى هنايا. موضوعنا اليوم هو موضوع الطلاق، موضوع التفكك الأسري. فمنذ بداية اشتغال جمعية كرم لتنمية المرأة في 2002 على مراكز الاستماع والتوجيه الأسري، لاحظنا نسب ارتفاع نسب الطلاق بالنسبة للأسر داخل البيوت. هذه النسب التي كانت تتزايد بسرعة، ومع مقدم مدونة الأسرة 2004 كانت أملنا أن تنخفض هذه النسب، ولكن للأسف زاد ارتفاع هذه النسب. واليوم نحن نعيش ظاهرة آن الأوان أن ندق ناقوس الخطر من أجلها، لو هي ارتفاع مهول في حالة الطلاق وطلب الطلاق. وإذا قمنا بتشخيص واقع هذه الأسر التي تلجأ لوضع حد لحياتها الزوجية والأسرية، نجد أنها لا تقتصر فقط على الزواج الذي تكون مدته سنة أو سنتين أو 3 سنوات، ولكن هذه الظاهرة أصبحت تصل كذلك إلى الأسر أو إلى الأزواج المسنين. فهذا الطلاق كذلك أصبح يطال الأسر والأزواج المسنين، بحيث نجد هذه المرأة التي قضت مع زوجها 30 أو 40 أو 45 سنة تطرق بابنا من أجل الطلاق، بمعنى أنها لم تعد قادرة على تحمل هذه المشاكل التي كانت تصبر عليها لسنوات عديدة. ما نتيجة هذا الطلاق؟ ما أسباب هذا الطلاق؟ هناك أسباب متعددة: التغيرات الاجتماعية، الاقتصادية، الواقع الثقافي. لقد رأينا ولاحظنا عن قرب ما حدث بعد كورونا وأثناء كورونا بالتحديد، بحيث استطاع هذا الوباء أن يستسطح لنا جميع الظواهر الاجتماعية، وأصبحنا نراها بدقة. هذا الواقع المرتبط خصوصا بالجانب الاقتصادي، جانب الوعي الثقافي الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا أضع خطا أحمر كبير تحت المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل التي تعمل على تدمير الأسر المغربية، أقولها بصراحة ومباشرة، لأنها لا تهدف إلى بث نوع من الثقافة المغربية، بث دعم حقيقي للأسر، للشابة التي سوف تتزوج. فالزواج ليس فقط لباس، ليس مكياج، ليس ذهب، وليس سيارة، الزواج هو عشرة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى من آياته؟ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وماذا جعل بينكم؟ وجعل بينكم مودة ورحمة.
هذه القنوات وهذه المواقع التواصل الاجتماعي لابد أن تسعى إلى تحقيق هذه المودة وهذه الرحمة وتوعية الشباب بأهمية الزواج وأهمية الحفاظ على المؤسسة الأسرية وتربية أبناء داخل أسرة مستقرة، أسرة متوازنة، لأن من بين النتائج وللأسف الشديد هو واقع هؤلاء الأبناء الذي نجدهم في وضعيات مختلفة، منها وضعية الشارع، وضعية التشرد. من مسؤول عن هذه الوضعية؟ هذا الطفل الذي يعيش في العنف وهو في بطن أمه ويستمع إلى هذا الحديث وما يروج، لم يصل بعد إلى الدنيا، وعندما يصل يرى ويسمع. كيف نطلب منه أن يكون مواطنا صالحا؟ كيف نطلب منه أن يلج المؤسسة التعليمية وأن يحافظ على دراسته وأن يكون من الأوائل؟ وأن لا يمكن، لأنه يعيش العنف. فكما ذكرت في البداية، الزواج ماشي هو فقط لباس وذهب وفضة وما دأت به هذا الزوج وسبع أيام الباكور كما نقول، كما يقول الأجداد، سبع أيام الباكور كتسالى، أرى ما يشرق ويبرق، أرى ما سوف نراه في الحياة المستمرة، لأن الزواج هي استمرارية يومية بين الزوج والزوجة. لابد أن يكون هناك تأهيل وتكوين للزوجة كما هو بالنسبة للزوج، في مجال الثقافة الأسرية، في مجال تدبير الأسرة. مشاكل كثيرة تؤدي أو تكون بين أسباب الطلاق، وهو المشكل الاقتصادي، المشكل المالي. تجد أن هذه المرأة ليس لها دراية بتدبير المال للأسرة، أو الزوج كذلك، فتجده يصرف كل هذا المال ولا يصرف على أسرته فيما يجب من نفقة واجبة في حقه، في واجبه على حق زوجته وأبنائه. المشكل الاقتصادي كذلك، المشكل الثقافي أساسا، ونحن نركز على جانب مهم جدا، بحيث في أغلب الحالات نجد أن ليس هناك سبب حقيقي وليس هناك داعي، كما نقول للزوجة عندما تطلب الطلاق أو الزوج، فما هو المشكل؟ دائما أطرح أقول وما هو المشكل، والسيدة تتحدث وتأتي بأسباب، أقول لها ولكن أين هو المشكل؟ أنت لحد الساعة لم تستطيع أن تعبري عن مشكل حقيقي ينتظر أو يكون مدعته الطلاق وتشكيك الأسرة وعيش هؤلاء الأبناء بعيد عنك أو عن أبيهم. والسبب كيكون هي أنها هي كذلك لا تستطيع أن تعرف هذا السبب، لأن هناك مشاكل كثيرة جدا. هي لم تؤهل، إما أنها كانت طالبة ومن الكلية دخلت إلى بيت الزوجية، أو أنها كانت في بيتها تعيش نوع من الحياة وأصبحت الآن مع زوج بثقافة متغيرة متباينة ولا تعرف كيف تتعامل معه، وهو نفس الشيء، ليست مستعدة نفسيا وليست لها مهارات لكي تحافظ على هذه الأسرة. لذلك نحن ندعو، وقد قدمنا مذكرتنا في هذا الشأن، وقدمنا كذلك تعديلا في مدونة الأسرة يتعلق بتأهيل المقبلين على الزواج وتكوينهم في مجال الثقافة الأسرية، مجال الثقافي، مجال الاقتصادي، في مجال النفسي، مجال الحقوقي، في تكوين خاص في مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بالباب المرتبط بالحقوق والواجبات بالنسبة للزوج وللزوجة. أرقام مهولة، ويمكن أن أقول لأن نحن لدينا اجتماع أسبوعي لمجلس الاستماع، حيث تجتمع كل لجنة التي اشتغلت واستمعت خلال الأسبوع، فأزيد من 75% تكون ملفات خاصة بطلب طلاق، هذه فقط أسبوعيا، أزيد من 75%، ما أدرك في الشهر في السنة. وليس جمعية كرامة فقط، على الصعيد الوطني المراكز الأخرى التي تستمع وتتلقى هذه الشكايات المرتبطة بطلب الطلاق. وطبعا في القضاء نجد هذه الأرقام المهولة التي يجب أن نجد لها الحل، والحل هو إعادة الاعتبار للأسرة. إذا لم يتم إعادة الاعتبار للأسرة وإعادة الاعتبار للقيم، واعتبار الأسرة هي أهم خلية في المجتمع،
فلن نستطيع أن نحافظ على الأسرة. طلاق هو تشتيت. كنقول للمرأة هذيك اللي كتقول لك مشي طلق، إما ما جازتش من التجربة ولا قصات من التجربة وبغاتك تنتينا تكون فعلة. الطلاق عنده أسباب ديالو، لكن كاين النتائج اللي خصنا نتحملوها كزوج زوجة. أول شيء خصنا نوقفوا على هذه الأسباب، ولا بد من الحوار بين الزوج والزوجة، لا بد من التواصل. كان كل المرأة وكل الرجل قبل ما توصلوا باب الطلاق اللي هو أسهل شيء وأسهل مسطرة غتولجوا له في المحكمة، لا بد باش يكون عندكم واحد التواصل. إذا وقع مشكل بسيط ما تخليوهش يكبر، لأن هذا المشكل إذا ما تحلش اليوم غدا غيصبح مشكل آخر ثاني وثالث ورابع من نوع آخر، وتتراكم هذه المشاكل فتصبح مشكلة كبيرة جدا يصعب عليكم حلها. بينما إذا جلسنا وتواصلنا وصلنا إلى حل يرضي الجميع، فسوف نحاول أن نحافظ ونصون هذه الأسرة. ومن يكونوا عندنا الوليدات لابد أننا ما نقولش غير نصبره، وغتقول أستاذة كتقولنا نصبره، مش غير أنا اللي كنقول نصبره، الله سبحانه وتعالى في جميع الأوامر إذا عدنا القرآن الكريم مكينش واحد الأمر كأمرنا به الله سبحانه وتعالى وما كيتبعوش بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد في الصلاة في الزكاة فما أدرك في الأسرة، غادي نصبر أنا الرجل والمرأة، ولكن على أسس صحيحة أننا بغينا نحافظوا على هذه الأسرة، بغيناش الوليدات ديالنا يتشتتوا، بغيناش هاد الأطفال اللي يكونوا مشردين في الشارع، بغيناش الأطفال يخرجوا ويهجروا المدرسة ديالهم،